السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم غندير معكم واحد لو بلا خفيف كيتحضر بسرعة وغنحتاجو فيه توابل يعني بسيطة وقليلة وموجودة في الدار. غنحتاجو لي ستيك ديال الدجاج، عندي التومة، عندي الحامض، وعندي اليازير والملحة والابزار. كناخدو هادوك لي ستيك من بعد ما تنغسلوهم بطبيعة الحال ونخليهم حتى كينشفو ويتسقطروا مزيان، عاد باش كنديروا لهم التوابل. المهم كنديروا الثومه، تنديروا الملحه، وتنديروا الابزار، وتنديروا اليازير، وتنعصروا الحامض. صافي، من بعد غادي نخليهم مده ديال ساعه تقريبا، اولا غير 30 دقيقه، ماشي بزاف، يعني نص ساعه في الثلاجه، ونرجع معاكم بحول الله. الوغ بالنسبه للخضره اللي غنحتاج يعني كمرافقه لهاد لي ستيك في هاد البلا هادي، غنحتاج المطيشه، وغادي نحتاج الخضره صوتي، يعني اي نوع الخضره اللي نتوما تتفضلوا. وما غاديش نوريكم لانه ديجا درت معكم شحال مره طريقه ديال الخضره صوتي بابسط التوابل، يعني غير بالمعدنوس وبالثومه والملح والبزار وبشويه زبده اولا زيت زيتون. المهم غنوريكم الطريقه ديال هاد المطيشه اللي من بعد ما تنقطوها على جوج كنحيدوا لها ديك الزريعه. غادي نحتاج غير المعدنوس والثومه والملحه والابزار، وغادي نضيف عليها شويه من هذاك القلب ديال المطيشه، غير واحد الكميه قليله ماشي بزاف. وغادي نخلط هاد المكونات هادو، وغادي نعمر بهم هاد المطيشه هادي. فبقاو معايا وتبعوا معايا المراحل والطريقه ديال هاد المطيشه فارسي اولا المطيشه المعمره في الفران، كتجي لذيذه وخفيفه وزوينه. انا بعجاله الخضره اللي غادي نرافق بهاد لي ستيك، وقبل ما نقلي هادوك لي ستيك كنضربهم شي شويه بهاد الاله هادي. وغادي ناخذ المقله ديال الكرياط، يعني غير باش غادي نشويهم تقريبا بشويه ديال الزيت ماشي بزاف. وصافي، من بعد ما تتسخن كنبدا نوضع لي ستيك ديالي ونخليهم حتى كيتحمروا بطبيعه الحال. بالنسبه لي ستيك من الاحسن خليهم حتى يقبطوا ليكم من تحت، يعني يتحمروا من التحت عاد باش ممكن تقلبوهم. هنا وجد ليا يعني مطيشه الفارسي اولا مطيشه المعمره بهذيك الشرموله وجدات. وبالنسبه للخضره خلاص كيف ما قلت لكم على حسب ذوقكم. دابا غادي نخليكم مع طريقتي في الدريسينغ ديال البلا ديالتي، وما بقى لي الا نقول لكم مع الف سلامه. والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله، ما تنساوش لايك وبارطاج وشي كومونتير زوين بحالكم. والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله مع الف سلامه.